قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن منتدى الأعمال المصري الصربي يعكس التعاون المثمر في العلاقات القوية التي تربط البلدين، خاصة في ظل الزيارات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في عام 2022. وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الصربي أن مصر ترحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال زيارة رئيس صربيا إلى مصر. إن تنظيم منتدى رجال الأعمال الصربي المصري يدل على إطلاق حقبة جديدة في تطوير علاقاتنا الاقتصادية لتتناسب مع العلاقات السياسية الاستثنائية بين البلدين. يعكس المنتدى التعاون المثمر والعلاقات القوية التي تربط بلدينا، خاصة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022. كما يعكس أيضا ذلك التزامنا المشترك بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا. ولذلك يجب علينا أن نكون واقعيين في تحديد أهدافنا